السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أميمة على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتصبغات وكذلك اسمرار البشرة. ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الخاصة بتبييض الوجه إلى مسحوق الحمص. فمسحوق الحمص يعد من بين المكونات المفيدة جدا للبشرة، فهو ينظف البشرة من العمق وكذلك يزيل البقع الداكنة والتصبغات، بالإضافة إلى أنه يزيل الخلايا الميتة ويعمل على تجديد الخلايا التالفة. وستحتاجين كمقدار من دقيق الحمص أو مسحوق الحمص في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص. أما المكون الثاني فستحتاجين إلى ماء الورد، فماء الورد مفيد جدا، فهو يرطب وينعم البشرة ويزيل مشكل جفاف البشرة. وستحتاجين كمقدار من ماء الورد في هذه الوصفة إلى ربع كوب من ماء الورد. وإذا لم تتوفري على ماء الورد فيمكنك تعويضه في هذه الوصفة بالحليب السائل أو الماء فقط، أو يمكنك أيضا الاعتماد على عصير البرتقال في هذه الوصفة لتبييض الوجه. أما المكون الأخير فستحتاجين إلى دقيق العدس أو مسحوق العدس، فالعدس أيضا يعد من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة لتبييض البشرة من أول استخدام. وستحتاجين كمقدار من دقيق الحمص في هذه إلى دقيق العدس في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة كذلك من دقيق العدس. بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناس زمان المرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تبخلي علي مشتركاتي العزيزات بوضع لايك لهذا الفيديو لكي تشجعوني على إعطاء المزيد من الوصفات الطبيعية، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو تحضير مسحوق الحمص وكذلك مسحوق العدس. تقومين بخلطها باستخدام ماء الورد أو عصير البرتقال وكذلك حليب السائل، ويمكنك أيضا خلط هذه المكونات بالماء فقط، ثم وضعها على بشرة الوجه بالكامل وتركها لمدة 30 دقيقة حتى تجف تماما، وبعد ذلك يمكنك إزالة هذه الوصفة أو هذه الخلطة باستعمال حركة دائرية، وذلك لكي تساعدي الخلايا الميتة على التخلص منها نهائيا باستخدام هذه المكونات المتواجدة في كل بيت. تكررين هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة، وهي تبييض ناصع للبشرة والتخلص نهائيا من معظم مشاكل البشرة. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله.